أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما المقصود بقولكم مرجئة العصر، ومن هم وما هي أوصافهم؟ يا أخي جاوبت على هذا في درس سابق، وقلت أنت تعرفهم وتدري منهم، لكن تبي نتكلم بشيء هم تروح تنقله تقول قال فلان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.